انا الدكتور احمد ابو الوفا عبد الجليل، استاذ ورئيس قسم الانف واذن والحنجره بكليه الطب بجامعه اسيوط. احنا بنتكلم على هامش المؤتمر 25 للجمعيه المصريه لجراحات الانف اللي هي الراينو ايجيبت. وطبعا زي ما احنا عارفين ان المؤتمر برضو بيغطي كافه الامراض المختلفه الخاصه بالانف وامراضه. طبعا في بعض الحاجات تحديدا اللي هي المفروض ان احنا نعرف ازاي نتجنب كثير من الامراض في ناحيه الانف. اشهرها طبعا ان معظم امراض الانف بتبقى بتنتشر عن طريق العدوى وعن طريق الاحتكاك والرذاذ المباشر. فاحنا نتوقع لما يكون عندنا حد قريب منا بيعاني من هذه الامراض ان احنا نكون على قدر المستطاع مش بملامسه قريبه جدا منه. الحاجه الثانيه طبعا نتجنب مفروض ان كل مصادر التلوث والغبار والدخان والاتربه والاماكن شديده الرطوبه والتعرض للكيماويات والابخره الشديده. وطبعا الناس اللي هي بتبقى بطبيعه شغلها بتحتك بهذه المسببات، فاحنا بندعوهم دايما ان هو يحاول يتوقى ويتحفظ عن طريق الكمامات دي. طبعا اي حد في شغله او في طبيعه شغله يتطلب وجوده في مثل هذه الاماكن لابد ان يرتدي الكمامه الواقيه لتجنب كثير من الامراض اللي هي بتبدا عاده بحساسيه الانف واحيانا بتنتشر وتتشعب الى بعض للاسف المضاعفات الاخرى زي لحميات الانف بانواعها المختلفه، بدايه من اللحميات اللي هي نتيجه الحساسيه العاديه الى اللحميات الناشئه عن الفطريات. ودي طبعا بتبقى احيانا بتحمل درجه من الخطوره انها بتعمل تاكل في العظام المحيطه بالجيوب الانفيه وانتشار مثل هذه الامراض الى داخل القنوات او الفجوات المحيطه بالجيوب الانفيه زي العين وتفتحة المخ. فالتوعية اللازمة لنا بقى ان احنا دايما نتحفظ ونتوقع، لان دايما القاعدة الأساسية ان الوقاية خير من العلاج.